اهلا وسهلا المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حصتكم المحبوبه والمفضله من برين فاميلي. حصه جديده اكيد، اطباق جديده. نقول لكم اليوم راني مع امي. اهلا امي، بك وسهلا. واش راكي؟ نعمه الحمد لله. اليوم راكي شمس طوايه، اليوم الوانك نقول لكم حاجه، جابتني سميحه بالسيف. قلت لها لا انا مانيش محضره بالتغناج. لا سميحه جابتني بالسيف. لا لا ما جبتهاش بالسيف. لا بنحبكم ونعزكم، بصدقوني والله مازال ماشي محضره روحي يعني لهذا الدغناج. اصلا دوك تشوفوها في المطبخ راهي محضره نفسها ودارت لكم اطباق ما شاء الله، واطباق سهله وبسيطه وعلى بالي حين تحبوها ان شاء الله. وكذلك انا اليوم درت لكم وصفه تاع لو ديسير، يعني اكيد تحبوها، تقريبا 90% من الجزائريين يحبوها. يلا نروحوا مع بعض المطبخ. بسم الله. يلا امي قولوا بسم الله. واش راح تقدمي لنا ام؟ قالت لي ما قبل قتيجه قاتبني نشوف الخضره، انا على بالي طيب تاع بعضهم بريم. امي والخضره بيان سور. انا وين يشوفوا السكر يعرفوا بلي شبك سكر. اليوم راح ندير حساء نتاع القرعه، اي الكوسه. حساء الكوسه. حساء الكوسه. وراح نديروا دائما على بالك لي غراتان، بزاف ناس يطلبونا يقول لك ديروا لنا لي غراتان. كاين بزاف ناس سي سون تري بورتي يعني سور لي غراتان. صح. اون جينيرال لي غراتان ما يعيوش، تري في الفوق تخليه يطيب وحده، تري لي باك هذاك تاع الوسط تاعك. فوالا يعني ان غراتان ثاني تاع البطاطا يعني بطريقه جديده. بطريقه جديده تري بيان. فوالا باش نبداو. باش نبداو نبداو بالحاسه تاعنا. بالحاسه يلا بسم الله ان شاء الله على البطاطا تاعي. هنا الكوسه الله يبارك. كوسه شحال عندنا؟ واحد ست حبات لهنا. شوفي واحد الماء نافع اللي فيها الكوسه، لو كانت تسمعي مفتاح تاعها تقول ناكلها غير هي. هنا واحد خمسه ست حبات غير هي. هنا هذا رطل. شتيه رطل. رطل رطل هذا وزنته رطل. نحيت له شويه انا هذاك لابيل بشويه لداخل هذاك، نحيتها له باسكو بارفا يتمد هذاك لاميكتيم يعني المروريه، دونك نحيتها شويه. نزيد نقطعهم لكم؟ لازم نقطعهم لي لازم. خلاص زيت الزيتون، بصل، يعني نشوف كريمه وجبنه و لا ما فيهاش هاد يعني الحساء ما فيهش، كاش اللحم بدون لحم. بدون لحم دونك عاود عوضناه بالجبن. مليح. نقطع لك هكذا صغيره هكذا كي هي. اليوم اللي عندها القرعه بزياده في الفريجيدير راح تخسر ولا تجبدها اليوم. وزروديه معاها. زروديه معاها حبيبات بصح. حبيبات هي. راح تعطيها طعم خاص يعني هذيك الزروديه لما نضيفوها مع الكوسه. تمام. هاري ديف بكين تلقاتك وقت الشتاء بزاف الناس اي سون تري تري بورتي يعني سوغ لي سوب. كاين اللي كل يوم كل يوم كل يوم يعني لازم يسوب. جوستومون زوجي احييه بالمناسبه يحب لي سوب. ولا راك تشوف نسيبتك راح طيب لك السوب اليوم تاع الكوسه. كاين بزاف بزاف اللي يحبوه. صح. حنا كي تروحي المطاعم هناك امي في السعوديه تقريبا كل المطاعم عندهم حساء تاع العدس. العدس تي سي ساكري. سي ساكري. بهذه المناسبه يعني تحياتي الحاره لكل الجاليه الجزائريه اللي موجودين بيان سور في جده. حباباتك نشكرهم نقول لهم شكرا شكرا على يعني كان عزموني في بيوتهم وكانت داروا لي هديات يعني نقول لهم يكثر خيركم وربي يجازيكم وربي يحفظكم. رحبوا رحبوا بزاف فيا يعني كان يعني مش نقولوا ما نقدرش نعبر على شعوري كي رحبوا بيا ما نقدرش نقول. تستاهلي امي. بارك الله فيك. تستاهلي. ديري دوكا يما. ديري. الو راهي الدنيا مع مراكوسه يعني والله يبارك. كانت هديه هدايات كان اللي كان هذا يعني ماشي من ولا كان يعني هدايا ما فيهم يعني من الذهب ثاني كثر خيرهم.
كثر خيرها هما تستاهلين. يسلمك. الواحد اللي يعرف القيمه. اللي يعرف تعرف قيمتك. فوالا ندير سي بون مازال نقطع لك الحشيش معدنوس. الحشيش درنا الرند. ندير شويه ملح كطاش بزاف بزياده الحشيش امي ولا ها تكفي هكذاك شويه فلفل انا ندير غير شويه فلفل اسود انا شويه ما عندي حاجه فيها يعني هاد الحاسه يقدر يساعد مام يعني الناس يديروا حميه باش ما فيهاش البطاطا تاعنا وزروديه يعني يقدروا يديروا حبه زروديه انا نجيب لهم وشنو لما يطيب كنرحيوه قلت ندير ضفنا شويه جب ضفنا شويه يعني كريمه خاصه يعني بالطبع شويه كريم فريش سبيسال تاع الطاهي يعني داك ليزينه امي نجيب لربي انا كامل هاد الحساء هذا توت لي سوب هذوما يساعدوا غير واحد ولا عنده حساسيه لان اليمون ولا عندهم لا بزاف كثير ما ياكلوش الاخضر ثاني عند اللي عندهم قلبهم و إيه. يعني تقريبهم كامل يساعدهم هاد الانواع تاع لي سوب انا كي نقول لك كيف البطاطا رمي هذوك رمي نقول لك كيف خلي باك شويه من بعد ندير نقول لك كيف البطاطا شويه هكذا احنا ما درناش بطاطا فيه درناش بطاطا دونك هذا نخليهم بعد ومن بعد نعم شوف نخلوه يدبال لهنا هكذا يدبال باش من بعد نمرقوه نحي هادو تشوفي من هنايا بعدو كا وقت الخريف يبداو الناس يطيبوا لي سوب والبقوليات و تقعد الشتاء على بالك انا نقول ماكلة تاع الصيف واحدة ماكلة تاع الشتاء باغ كونت سهلة هذه باك تكون ماكلة يعني سخونة بيان سو تكون بنينة نديرو بركوكس نديرو لهنا الطبق تاعنا هاوليك هذا نخليهم بعد هنا يعني بطاطا بلي نورمالمون قطعناها رقيقة يعني قليناها باش يجي بنين دقلينا يعني الناس دايما هذو اللي يديروا حمية ولا ما يحمش اللي يقدروا يعني ما يقدروش يديروها كما قالك مغلية ولا مفورة يقطعوا هكذا شرايح هكذا لهنا كما تشوفوا عندي سنجيب إناء شا كبير هذاك صغير بزاف ولي شي بعد نجيب لكم عطيني باك مغرفة تشوفي هذا مفرغ هنايا مغرفة تحطب ولا مش نحب أنايا هنا عندي السر تاع الدجاج طيبته قبل قطعت البصل قطعت البصل دقيق جي كاراميليزي البصل نعرفو كنا نديرو في زيت وانا ما يعني شغل نحمصوه حتى ياخذ هذاك اللون البني هذاك الزيت اللي قعد فيه طيبت فيه انا الدجاج قطعته اون كوب طيبت هذا بون قبل ما نطيبو طبعا دوزنتو درت له لا موتاد درت له شويه عكري درت له شويه حار درت له شويه كمون درت له راس الحانوت درت له يطيب هاوليك بيان سور ضفت شويه طوماطيش مصبره تحصلت على هذا من بعد ما طاب خيتوه انا رحيته في الروبو تحصلت ما حيتيش بزاف ما حيتوش هكذا تحصلت هذا لو عاشي ها هاك تشوفيه راهو احمر باسكو على درت طوماطيش مصبره ودرت يعني انا عكري يعرفوا كامل عكري نخدموا في المنزل هذاك تكلمنا عليه قلنا هذاك الترشي الحمر يعني راه كيما قالك عام 12 شهر بدا دائما نحلو زريعه نفوروه بعد هذيك نحيوه انا نفضل توجور مولينات هذاك باش تحيي هذاك والجلوف تاعو هذاك من بعد ندوزو نقدروا نديرو شويه تابل وكربيه ونديرو هذوك لي كيوب تاع لي كلاصو يشدوا روحهم اون ديمو نحطهم دون دي ساج كيسحقوا ندونا نكون غير واجدين زدت لي في البنه وفي الذوق في اللون وفي اللون هاوليك هذاك لو اشي هذاك دونك هنا راهو الدجاج والبصل مكرمل اكزاكتومون هاك وخلطت معك هذاك الفلفل خلطته مع الدجاج خلطتيهم مع بعض غير تشوفي هذا هنا البطاطا شرائح قليناها اي قلت لي ما يحبش مقليه يقدروا يعني يديروها مغليه مغليه يعني يفوروها باش إيه بصح كاين يقول لك لا داموا كامل على بالي حاجه مقليه بنينه دائما بابي ابسوربون ما فيهاش كاع لي دام حاجه مقليه بطاطا مقليه بنينه على بطاطا بيسو اللي مغليه بنينه على البطاطا هذه هي باينه اي باينه لهنا راح نحضروا واحد الكريمه سنيت في نجيب كسرونها هاي ليك
كريم دو فروماج. كريم دو فروماج عندنا هنا فوالا تقريب نص ريتلا نتاع حليب، بدري دبك تشوف في لافارين، لافارين باش تغطينا كامل هاد لاصوص باش ما تجيناش ناشفه ديك البطاطا. ابري واحد 50 غرام نتاع فرينه، 50 غرام فرينه. حطي الكسرونه تشوفي انا نضيفوا حبه بيض، نجيب لك فوي نضيفوا هنا الجبن هاك امي فوي هنا نضيفوا ثاني الجبن، ننقدوا نروحوا حتى 100 غرام تاع جبنه. كثري الجبن كثري، نحبوه في الكرات. سون ان كريم دو فروماج فوالا سي تو فو. دريتهم ولا شويه ما ديريش باش درت الثوم هنايا خلاص سي بون. دونك لو غراتان تاعي نزيد باقي الجبن شويه. كاين الجبن كيما تقولي انتيا فرماج يجي بنين. هنا نقدروا نروحوا حتى ل 100 غرام تاع فرماج. ها شين كريم دو فرماج دوك فوق النار حتى هاديه خلاص. هذه امي ما تزيديش، خليها بالك نشوف ولا عقدت لي بزاف نضيف هذاك. دائما نخلو حاجه واحد كريمه شويه زياده من بعد تاع هذيك تاع تاع الحسا تاع الحسا. شتي ريحتها تريحه مع الحشيش، هي تريح فريمون ويلا مليح كي ما كانش البطاطا. البطاطا على بالك سي لي لي بلو كونسومي في لو موند اونتي، ماشي غير عندنا. حنايا لي شامبيون حنا في البطاطا، ماشي حنا لو موند اونتي كونسومي لي بوم دو تيغ. سي لي بوم دو تيغ فريت. وي دونك هنا اون صوص مورني لي حنا ماشي صوص مورني، اون كام دو فروماج. كام دو فروماج فوالا. وديري من فوق فروماج امي، نديرو كي كيطيب كيطيب على الاخر كيطيب كي سو غراتين كي ندير شويه جبن مرحي الفوق. نعاود ندورها في الفوق شويه باش ما نديرش دوكا باش تحمر. هاو فيها هذايا هذه فيها ما نديرش دوكا. ايه ايه يعني ما نديروش في الاول. ما نديرش. بدات تعقد شوفي. لازم الجبن هذا كيذوب. هذه مازال باش تمرقي؟ لا دوك برقي مرقي خلاص. خلاص. أما يعني كاع هذاك الكميات كاملها دابوا. نمرقوا افيك ان فون. الو هنا لو فون كيما حبينا. فون دو فولاي ولا؟ فون دو فولاي. هو خفيف. شوفي امي نزيد. زيدي زيدي باش. سي بون سي بون. سي بون. خلاص هاي فوالا هاي ليك اسني نزيد لك اسني نزيد لك صلصه الجبن تاعنا هاي جاهزه هنايا. ندير لك وسمو تينا نديرو شويه ملح، نديرو شويه في الكحل
كما قلنا دائما الاسيزمون سوفي ابري شوفي امي سي بون جوست الطيب جيبي الملح معاك شوفي ديري شويه الملح شوفي نزيد دي شويه نحول البرقه تاع الرند هذا دونك الحليب باسكو جاتنا شويه ثقيله نجي نضيف هذا الحليب هكذا كما نقولو نديروهم انديفيديال كي تحبي مداش تقسمي ولا انديفيديال وكل واحد ياخذ يعني لابار تاعو هاكي تشوفي فوالا أظن شفت هذيك لاسباتول عطيها لي باش تدخل شويه لداخل افيك ان بيك هكذا ان بيك باش تدخل يعني شويه لداخل فرشات تجي فرشات ان بيك لكن خير سا سيغي ميو فرشات ولا ان كوتو امي هكذا حبيت تقولي هكذا كي هكذا فوالا هكذا تعمرت انت باقي انت بسيتيها سويت لو بولي باش ما يجيش في لي باوا كيما تقول لي تقول انت باش ما يوسخناش لي باوا فوالا سي بون فوالا سي بون ولا نقدروا ما بين كل طبقه نقدروا نديروا شويه ولا حبينا فوالا سي بون هكذا بيان سور في الفرن اي باس غراتيني ديال هذيك لا كولور دوري بعدك نقدروا لابخي نديروا شويه جبن يعني مبشور كريم يقلي باسكو ديجا لا كريم كريم دو فرماج فيها الجبنه فيها بنينه انا اكزاكتو هذا الحساء تاعنا من بعد ما يطيب بيان سور اون با ميكسي باك نضيفو قلت لك شويه جبن طري ونضيفو واحد 5 كويير ا سوب تاع كريمه هذه خاصه بالطهي بيان سور ندوقو توجور يعني لاسيزونمون ودير ما نساوش الحشيش هذاك من الفوق هاو هنا على بالك راني خليته تخي بيان شكرا مشاهدينا اذا نقولوا مشاهدينا نروحوا فاصل ونعاودوا نوليو حين نديروا مع بعض التحليه ما تروحوش بعيد مشاهدينا رجعنا لكم راح نقدموا التحليه التحليه اللي قلنا عباره ما مازال ما قلناش قلنا بلي نحبوها بزاف هي لو غاتو فلان ولا نقولوا لو فلان باتيسي ولا لو فلان باتيسي فوالا انت بداتي قلتي لي قلت لك واش نديروا هذه ولا هذه واش قلتي لي قلتي لي هذايا قلتي لي ديري هذا خاصك تحبيه اكزاكتو انت تحبيه بذوق الفانيلا واليوم راح ندخلوا عليه شويه هكذا حاجه بسيطه بركه ماشي حاجه كبيره بسيطه لا بسيطه بسيطه عندنا لاباط وعندنا لا كريم لاباط واش فيها عندي 150 غرام فرينه لاباط راح نطم يعني كيفاش نقولوا نطم كلش في كلش بلا ما نعجل بلا ما نعيا بلا بيدي انتور دو مان 150 غرام فرينه عندي صفار زوج صفار نبدا بالصفر واحد ونشوف باسكو راني نشوف البيض كبير هنايا البيض كبير الو عندي 80 غرام تاع الزبده تاع الزبده مارغارين 80 غرام تاع الزبده السكر حنستعمل كميه قليله 50 غرام تاع سكر غلاس بيان سور لا بانسيت سال شويه ليكستري دو فاني هذا ما كان هذه بالنسبه للعجين بالنسبه لا كريم سي اون كريم باتيسيير ليجير
اللي يكون فيها البيض شويه بزياده. سيتادير هنا عندي 300 مليلتر حليب، 200 مليلتر كريمه، كريمه حلويات ماشي كريمه طبخ، كريمه حلويات. عندي 3 صفار بيض زائد بيضتين، زوج حبات بيض كاملين زائد صفار بيض. عندي 90 غرام سكر، 90 غرام سكر. هنا راه كلش ناقص السكر، راه كلش منقص يعني. عندي كذلك لافاني، لافاني بصح بصح لهنا عندي لا فيغيتاب فاني، هنا سي لا فيغيتاب فاني. دونك لهنا من الاحسن في الفلان فاني لازم تكون عندي فانيلا ذو نوعيه 100%، سينو نستعمل اللي عندي في السوق وفي البيت. كذلك نحتاج الكميه تاع 50 غرام تاع مايزينا باش تعقد لنا. دونك هنا واش دخلت الكريمه، كي تدخلي الكريمه والفانيلا تاع الصح واحد الذوق رهيب. فوالا دونك نعطيهم بمقدار مضبوطه. دونك امي هنا راح نحط في الاول باش طيب فرينه ندير لا بات اون ميم طون باش نعجن. الوغ هنا عندي لو بور، لو بور يكون طري بهذا النوع تاع لا بات سكري اللي حال نستعملها، على بالهم باللي لو فلون باتيسي يصنعوه بلا بات سكري، بات سابلي، اون بات بريزي، اون بات فيتي هكذا ان فيتاج انفيرسي يعني ان سابلي بروتون جيبي. الوغ نحتاج 150 جوتار. هاي راح امي جبتيها سوا سوا شفتي لا كلاس. هنا قلنا نحتاج صفار معليش هنا شوفي امي لو كان ندير صفار بيضتين راح يجيني بزاف، ندير صفار ولا شتها متماسكه بزاف نزيد من البياض. فوالا باش ما نخسرش بصح في الكريمه لازم الكريمه باش تجيب لازم. الوغ هنا واش خصني امي؟ قرصه تاع ملح. خلاص درتها مازال لي سكر كلاص. صفايه ثاني هاكي سكر كلاص. قلت لي شحال 50 غرام؟ 50 غرام فقط. فوالا جالي بها يفوت توجور تامي اذا شتي لي غريمو خلاص لحقنا 50 غرام. 50 غرام من بعد نجيب المايزينا راح نستعملها ومن بعد هنا الوغ لاباط نجمعها ونوجد الكريمه. دونك لا بات راهي هنا او ميم طون باش ما نضيعوش بزاف الوقت امي واش راح ندير؟ تحضري الكريمه. نحط الكريمه هاي احسن. الكريمه واش فيها؟ راح ندير بارد في بارد. الوغ هذه كريمه طازجه 30% دو ماتيغ غراس، 200 300 تاع حليب، حليب فوالا 90 غرام تاع سكر، 90 غرام سكر هنايا. عندي لافاني ما عنديش بزاف لانه قاصحه دونك هادي تكفيني. انا قلت ثلاث صفار زائد زوج بيضات كاملين. الوغ ندير الصفار نجيبو الفوي فوالا يا وقلنا زوج حبات بيض كاملين
معنا انا نخلط لك الكريمه وانت تحطي لاباط. ايه ونزيد لك المايزين امي. اه وي سي فغي الميزان. الميزان استغفر الله. كاين كذلك مايزينا من مايزينا امي، كاين مايزينا بزاف متماسكه لكن يعني تعودوا على المايزينا تاعهم هذيك بزاف متماسكه، ندير 40 غرام ما نروحش حتى ل 50. تبي هاد النوع تاع النوع تاع المايزونا يعني لاباس بها ملاح مليح. ديريها فوق النار، ديريها فوق النار خلطي مليح بصح من الاول امي. هلا نقص علينا الوغ هنا المول اللي حنستعمل فيه. شوفوا هذا هو بلعاني، ما حبيتش نجيب لكم مول يعني سبيسيفيك، وجبت لكم المول اللي متواجد في السوق اللي عندكم تقريبكم كامل في البيت، يكون هكذا بيرفوري ولا يكون نون بيرفوري كما هادوما. هادوما الصغار شوفوا اللي عندي هاهم لك، هادو شحال عندهم ام سنين ومنين هادوما خلاص يعني هاد المول عندهم اكثر من 20 سنه. يقول لك لافي مغموت في لا بون سوب. الوغ هنا واش راح ندير؟ شوفوا واش راح ندير، جوست نمسح بيدي هكذا. وعلاش؟ باسكو دي فوا كي يكون هذا لو بيرفوري كواكو مليح يعني، بصح دي فوا لاباط راح تلصق لي في هذوك لي يكون دي بيتي بيرفوراسيون هذوك لي بيتي تخوي. دونك من الاحسن ندير فوالا هكذا. هنا ما نحتاج بزاف بصح بريكوسيون. بون كو شفتوني مانيش ندير بزاف، نمسح برك هكذا. بون هادو خليهم تكوتي. دوك نبدا نجمع في لاباط، نجيب الكوبات نطم مليح. كاينه حاجه ممكن نقدر نضيفها؟ لافاني. هذا لافاني جيب هذاك، جيبي لافاني امي. زيدي شويه شويه درتي لي فوالا سي بون. هاي لا ريحه تاعها، هاي لها هكذا. نجيب شويه فرينه ونبدا نحل. طيب امي صافا؟ وي يعني دار نار هاديه في غدها وزيد نكور طيب في الفرن، هذا باش ما نشموش كاع ريحه الفرينه فيها. تاني تبيتي سيحت شوية. الو نقدر نحلها على ان بلون ليجيرمون فاريني ولا نحلها سوغ ان بابي كويسون كيما حبيت انا. هذا شوي ان تران دو نطمها نطم العجين. دونك هنا نجيب الحلال فوالا يلا.
انا متعودين معانا يديروا لي بات سكري، مي معليش راني نعاود في الاعاده افاده. نحل بات تقريبا 3 مليمتر، نرفد لاباط تاعي هكذا. شوفوا راني درتها دوكا، مي لاباط تاعي هايله هكذا. فوالا نبدا نهبط هكذا الحواف. على بالكم بلي جي اوتيليزي 150 غرام بركم 100 تاع الفارين، 150 غرام دو فارين ندير لي العجب. هنا وين كاين لو فيد نقدر نضيف. هكذا نستوي مليح الزياده هنا هكذا. سي با لا بين تقبو لانه راح نطيب معاه لو فلان. دونك هكذا خضر في خضر وراح نطيبها. بور لا كويسون نهضروا على لا كويسون لهنا. لا كويسون لا غلبك نجيب لك فوي صغير امي صافا. بور لا كويسون راح نطيب خضر في خضر. نصيحه اللي عندها فرن تاعها يشعل من الفوق ومن التحت تري بيان، تشعليه من التحت يطيب لك مليح من التحت، لانه الاغلبيه تاع الفرن تلقايهم من التحت خضوره، يعني لاباط تكون خضره ماشي طايبه، مليح من الفوق تلقيه حمر يشهي. دونك من الاحسن من التحت طيبيه مليح، ومن بعدك طفي عليه من التحت زيدي طيبيه مليح من الفوق حتى تحمريه. تسمى من الفوق لا كويسون تكون كوم ان غراتان. الوغ راح طيبيه تقريبا لا طارت هذه راح طيب اكثر من نصف ساعه، يعني ياخذ وقته باش ما يقعدلكش خضر، وما لازمش ثاني تنشفيه تخليه اكثر من تقريبا 45 دقيقه. داكوغ دونك لاباط لي تقعد زيد نديرها في لي بتي بتي مول بوكوا با. لاطاخ تاعي راهي هنا، نغسل يدي الو. راح نجيب شويه زبده امي، نضيف لك شويه زبده. هكذا فقط، ما راحش نضيف اكثر. ونحطها هكذايا. لا كونتيتي هذه تجيني سوا سوا. ما تنساوش بلي من بعدك في الفرن الشغل يتنفخ وي يعلى يتنفخ. جبنا ربيك شغل راح يفيض شويه، بات بانيك ما راحش يفيض. الو هكذايا ونخليه يطيب كيما يحب الخاطر. فوالا فوالا الو نحطو بجيه ونجيب لهم واجدين باش اون فالي ديكوري مع بعض. شويه ناباج هكذا باش نوري للمشاهدين كيفاش يطيبوا. فوالا يطيبوا هكذا. سمحي لي امي هاليك. شوفوا كيفاش يطيبوا. وكاين اللي يحبوا يحمروهم اكثر من هكذا يقدروا يحمروهم اكثر من هكذا. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا سي يعني الانسيان. نقدر ندير له ام تي ديكوراسيون بلا جولي و توتو تو بالسكر غلاس كيما حبيت انايا. الوغ عندي لا سا لا جولي سخنتها. ها لا جولي سخنت
سخنت وي سني نجيب صفايه صغيره يجيني كوم ام ميغوار نقدر نديرها اون بوتيت ديكو شويه بيستاش هنايا نقدر ما نديرش جوست يعني باش نقتل هذيك لا كولور دونك نحتاج امي هذه هذه خلاص هذه مازال ها واش هذه استني تشوفي هكذا فوالا الوغ نجيب غطاء نحطو هكذا جست اون توت بوتيت توش امي فوالا ونحي هكذايا باش برك تمدلي حاجه شابه ونزيد نحط لا غوس دو فاني هذه الغوس دو فاني ناشفه يابسه راح نحطها هنايا بو مونطري بلي الي ا لا فاني فوالا الوغ مشاهدينا راح نكمل نديكوري هادوما نديرو حاجه شابه عندي ان تريك حبيت نديرو قبل ما نكوبي علاش امي انا شوف انايا كي شفتك جاني الابداع شويه سكر pour donner un peu شويه سكر راح نديرو لا فاصون انا درتكم كاع لاباج كون قلتي معليش معليش نديرو على فاصون كريم بروليه فوالا اللي ما يحبش السكر ما يديروش يعني سي با سي فاكولتاتيف يعني برك انا باش فوالا هكذا ما كثرش السكر جبنينا مع لا كريم باتيسيير انا واش راح نقول للمشاهدين انا نكمل لي تارت تاوعي ونقول لهم نتلاقاو بعد الفاصل التقديم بابنا الكرام اهلا وسهلا بكم نشوفوا مع بعض اتباقنا طبعا اللي كنتوا تبعتونا بدون شك خطوه بخطوه كيفاش يعني حضرناهم والان راهم جاهزين شوفوا مع بعض سميحه راني نشوف هذيك السوب هيها بعيده عليا راني نشوف السوب الخضراء السوب الخضراء اللي هو حساء الكوسه ولا القرعه القرعه الخضراء لافالك فيها واحد المنافع ما تصورش فيها في المنافع وبنينه ما فيهاش اللحم انا نساعد كثير الناس اللي فيجيتاريان اللي ما يحبوش اللحم انا درنا لكم حاسه بدون لحم وصدقوني ولا بنينه 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 طبعا هذيك الحشيش الخليه الحشيش مقطفه حشيش مقطفه وهذوك لي بتي بوان تاع الكريمه ولك هذاك الكراتا اللي قلنا كاين كراتا بطاطا درنا يعني اليوم كراتا شويه مختلف باغابور الكراتا اللي ما بين نشوفوه صح ذاك الدجاج حتى الذوق مختلف اي بناء الحينه شويه فوقو وفوقو هذيك لا كريم دو فرماج طابت كيفاش حمرت لا الله قد كوكم قد نقدروا نديروا ان جي فيديو ديري هكذايا يعني ان جي كل واحد يدي واحد صافيت مغمي بعد تاع هذا وطبعا انت كنتي زهيتينا بهذه التحليه اللي هي عباره كانت لو فلون دو باتيسي وي فلون باتيسي هذا اللي الوصفة جد سهلة هي وصفة أكاديميك يعني معروفة كثير 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 هذا parmi les incontournables de la pâtisserie française exactement française فوالا بنين دقتو يا بنين يعطيك الصحة الله يسلمك وسهل في التحضير يعني وما يتكلفش ما يتكلفش صراحة ما يتكلفش صح ما فيه لوز ما فيه والو بون ديك لاتوش تاع بيستاش
تقدروا تخلاو عليها ما ديروهاش، تقولوش راه داروا البيستاش. ايه يقدروا، سي فاكولتاتيف يعني اختياري، يقعد هذا الاختياري يعطي برك لون. لون باسكو لي فلون باتيسي شفتي جي مارون. كيما شاك فان نكرروا نفس الكلمات، تاكل العين قبل ما ياكل الفم. فوالا فوالا، ان شاء الله دمتوا المقادير. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تحضروهم تدونا بالعافيه الخير. نقولوا لهم موعدنا يجدد بهم في حلقة جديدة، نقول لهم إلى اللقاء. سلامة.